أبناء وبنات طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from manual of surgery, a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند موضوع مهم جدا اللي هو Diabetic Ulcer Foot. فقلنا ده هنخصص له episode لوحده. اوكي هنحاول نخلصه in this episode. عشان تعرف حجم المشكلة القدم السكرية أو قرح القدم السكرية لازم يبقى عندك شوية معلومات عن أرقام إحصائية. عدد مرضى السكر في مصر حوالي 10 مليون، ومصر بتأتي في المرتبة 9 عالميا في عدد مرضى السكر بالنسبة لعدد السكان. مهم جدا ان انت تعرف ان كل 30 ثانية واحنا قاعدين دلوقتي في رجل بتتقطع somewhere in the world بسبب السكر. يعني في عملية بتر بتتم كل 30 ثانية في العالم سببها السكر. لازم تبقى عارف ان من 10 مليون دول 10% هيجيلهم ألسر، قرحة في رجلهم، وان القرحة دي لو بالنسبة للعشرة في المية دول ربعهم هيتعرض لامبيوتيشن. يعني 10% من مرضى السكر in their lifetime هيجي لهم قرحة في رجلهم foot ulcer، ومن الناس اللي هيجي لهم قرحة دي ربعهم هيحتاجوا بتر at some point. اوكي ووجدوا ان في امريكا سنويا بيتعمل 73,000 عملية بتر للطرف السفلي بسبب مرض السكر. ووجدوا ان في 85% من الناس دول اللي اتعمل لهم بتر كانت البداية قرحة بسيطة في القدم. قرحة بسيطة في القدم، يبقى قرحة بسيطة في القدم بتؤدي الى الالاف دي من عمليات البتر. What is nice ان الوقاية ممكن تؤدي الى منع 85% من القرحة، ودي ممكن تنزل عدد الامبيوتيشنز 50%. ده أهمية الموضوع، ان انت لو عرفت معلومات عن القدم السكرية هتقدر تعمل وقاية من القرحة في 85% من العيانين، وده هيقلل عدد عمليات البتر 50%. الموضوع مهم لان انت لو بصيت حول منك هتلاقي فرد او اتنين او اكتر في العيلة عندهم سكر، وهتلاقي معلوماتهم ضعيفة جدا عن الوقاية من قرح القدم السكرية، والمعلومات دي برضو ممكن تكون مش متوفرة لبعض الدكاترة. فدي أهمية ان انت تهتم بالموضوع ده، هتنقذ ناس، هتنفع نفسك، هتنفع أهلك، هتحل كويس في الامتحان لانه very common disease، وطالما هو common disease هيبقى ممثل في الشفوي والعملي والكلينيكال. مهم جدا ان انت عارف ان قرح القدم السكرية دي مكلفة جدا على الحكومة ومكلفة جدا عن المريض، لان هي بتحتاج اكتر من تخصص. لازم يبقى في طبيب بطنية عشان يظبط السكر للمريض، لازم يبقى في جراح عشان ينظف له ويغير له على القدم السكرية على القرحة، لازم يبقى في طبيب اوعية دموية ودول قليلين عشان يشوف سكان ممكن يحسن له الدورة الدموية في رجله ولا لا، يزود البرفيوشن، لازم يكون في طبيب تجميل عشان العيان هيحتاج ممكن ترقيع للقرحة اللي في رجله دي later on، لازم يكون في طبيب عظام علشان لو في اي مشاكل زي تشاركو جوينت ممكن يعمل له اوستيوتومي، ممكن يعمل له ارثروديزيس، لازم يكون في اخصائي تغذية علاجية عشان يظبط له الاكل بتاع السكر، لازم يكون في اخصائي علاج طبيعي علشان لو العيان احتاج طرف صناعي يعلمه ازاي يلبسه وازاي يعمل اوف لودنج. فتخصصات كتيرة جدا مطلوبة، علشان كده ابتدى يظهر في المستشفيات what's called diabetic foot clinic، ومراكز حكومية ومراكز قطاع خاص مخصصة فقط لعلاج القدم السكرية. وأهم مشكلة في القدم السكرية طبعا القرحة. أوكي نيجي بقى إيه اللي بيميز القدم السكرية عن أي قدم عادية. يعني إشمعنى القدم السكرية فيها مشاكل دي كلها؟ علشان حاجة اسمها ثلاث حاجات.
نيوروباثي وانجيوباثي والقابلية للعدوى low immunity. عيان السكر بعد 10 سنين سكر بيحصل له بريفرال نيورايتس، والبريفرال نيورايتس دي بتصيب السنسوري نيرف والموتور نيرف والاوتونوميك نيرفس سيستم، يعني بيجيله التهاب الاعصاب الطرفية وبيأثر على الحس والموتور والاوتونوميك نيرفس سيستم، وده بعد مرور 10 سنين من مرض السكر. طيب ايه وظيفتنا؟ ايه بقى وظيفتنا؟ ان احنا لما يجي لك عيان قدم سكرية ممكن جدا يبقى فيه العوامل دي كلها موجودة، اللي هي ايه؟ عنده التهاب في الاعصاب الطرفية، عنده نقص في التغذية الدموية في رجله، عنده low immunity against bacteria، وممكن تبقى فيه واحدة ممثلة اكتر من تانية، يعني ممكن يكون النيوروباثي هو الغالب على الموضوع وهو اللي ادى للقرحة. هنعرفها ازاي بقى في clinical examination؟ جالك العيان العيادة بتاعتك وعنده او ما عندوش قدم سكرية، انت لازم تقيم العيان، علشان العيان اللي عنده liability لان هو يجيله قرحة لازم تديله بروفلاكسس وقاية. فالعيان بيجيلك العيادة بتشوف الإحساس في رجله، أول حاجة بتشوفها الفايبريشن سنس، فبتجيب الفورك وبتشوف هل هو بيحس بالفايبريشن ولا لا. وبعدين في حاجة اسمها مهمة جدا لازم تعرفها، اسمها مونوفيلمنت اكزامينيشن. دي مونوفيلمنت نايلون بتدوس بيها على 10 نقط في بطن رجله، وبتدوس بضغط يكفي ان النايلون ده يتني، وبتسأله هل هو حاسس ولا مش حاسس. لو العيان عنده فقدان احساس على الاقل في 4 نقط تبقى الرجل دي لايبل ان يجيلها قرحة، او اذا كان هو عنده اوريدي قرحة يبقى السبب ايه؟ نيوروباثي، التهاب الاعصاب الطرفية اللي بيخلي العيان ما بيحسش برجله ويفقد الاحساس. وفي طبعا ايه؟ التاتش تيست، وفي البوزيشن تيست بتاع البروبيوسيبشن، يعني يقول العيان مغمض عينيه تمسك صباع رجله وتتنيه وتقول له الصباع ده فوق ولا تحت. لو العيان عنده الاحساس سليم هيقول لك الصباع مثلا متني لتحت. لو ضاع منه السنس اوف بوزيشن مش هيقدر يقول لك موقع الصباع فين. اوكي، علشان كده لما بيحصل التهاب الاعصاب الطرفية ويصيب الموتور والسنسوري بيحصل ايه للموتور؟ العضلات الصغيرة اللي في رجله اللي هو السمول ماسلز بتبقى ضعيفة جدا، فالعيان يجيله حاجة اسمها هامر تو. هامر تو يعني الصباع على شكل الهامر. النتيجة ايه بقى؟ بيبقى فيه بقى بريشر بوينت جديدة هو مش متعودها، لان هو متعود ان صباعه مفرود، دلوقتي صباعه بقى زي الهامر، فالحتة دي هتحك في الجزمة، لما هتحك في الجزمة هتتقرح، لما تتقرح تخش البكتيريا وتضيع رجله او تضيع حياته. في بقى حاجة تانية النيوروباثي بتعملها اسمها تشاركو جوينت. لما بيحصل دي مايلينيشن في الاعصاب اللي رايح الرجل سواء السنسوري نيرفز او الموتور نيرفز، بيحصل ايه بقى؟ السنس اوف بوزيشن او البروبيوسيبشن بيضيع في العضلات والاربطة والعظم بتاع الرجل، فتبتدي الرجل الاول تبقى فلات وبعد كده تبقى كونفكس، تبقى كونفكس، تبقى عاملة زي القاعدة بتاعت الكرسي الهزاز. طبعا ده بسبب ايه؟ انت وانت قاعد دلوقتي بتشوف الفيديو ده، انت قاعد على الاسكال تيوبروستي. لو قعدت على الاسكال تيوبروستي فترة طويلة وانت مش حاسس، الكرسي بيضغط على الجلد ما بين الاسكال تيوبروزيتي والكرسي، وممكن بعد 2 ساعة تقوم تلاقي عندك قرحة فوق الاسكال تيوبروزيتي لو انت ما عندكش احساس. انما في واقع الامر انت عندك احساس، فبعد شوية بتتململ في قعدتك فبتشيل الضغط عن الاسكال تيوبروزيتي، فالحتة من الجلد بيوصل لها دم والحتة دي بتبقى سيفت. نفس الكلام وانت نايم في السرير، وانت نايم في السرير نايم على الجنب الشمال مثلا، بعد شوية الجنب الشمال يحس ان في اسكيميا بسبب الضغط على الجزء ده من جسمك ما بينه وما بين السرير والبوني برومينانس، فبيبعت اشارات للدماغ
الإشارات دي بتخليك تغير موقعك أوتوماتيك، فما بيجيلكش قرح فراش. المريض اللي ما عندوش إحساس بقى، أو البيد ريدن أو مش قادر يتحرك، ما فيش إشارات، أو حتى لو في إشارات مش هيتحرك فهيجيله قرح. نفس الكلام بيحصل هنا في القدم السكرية، هو مش حاسس بيها، ومش بس مش حاسس بيها، ابتدى تظهر عنده نقط بروز احتكاك غير طبيعية ما كانتش موجودة قبل كده، زي شاركو جوين. فطبعا دي هتقعد تحك في تقل الجسم كله هيبقى عليها، او تقعد تحك في الشوز بتاعته فيحصل لها قرحة بالمنظر ده، والألسر تبقى بورتال اوف انتري فور اورجانيزم، ويجي له سيفير سيبسيس في رجله. النيوروباسي او التهاب الاعصاب الطرفيه في مرضى السكر ما بيصيبش السنسوري والموتور فقط، بيصيب السمباثيتك اولسو اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو مسؤول عن تعرق القدمين. فتبص تلاقي رجل العيان ناشفه جدا، لما تكون الرجل ناشفه جدا والجلد ناشف يبقى سهل ان يجي له كراكنج، لما يجي له كراكنج يبقى ده بورتال اوف انتري اوف اورجانيزم. فالسنسوري والموتور والسمباثاتيك بيتأثر في عيان القدم السكرية. في حاجة بقى مهمة جدا، احنا قلنا ثلاثة فاكتور بيأثروا في القدم السكرية، اللي هو النيوروباثي اللي احنا قلناه، تاني فاكتور اللي هو الانجيوباثي. الانجيوباثي يعني ايه؟ يعني بتتأثر الأوعية الدموية بتاعت القدم في عيان السكر على مستويين، على مستوى الشرايين الكبيرة وعلى مستوى الشرايين الصغيرة. على مستوى الشرايين الكبيرة بيحصل early atherosclerosis، بيحصل atherosclerosis في عيانين السكر 10 سنين أقل من الإنسان الطبيعي، بتأثر على الشرايين في جسمه كله مش بس في اللور ليمب، يعني بتعمل له كرونري، وتأثر على الدماغ. تصلب الشرايين ده حاجة عامة، بس كاركترستيكالي في عيان السكر لما بتأثر على شرايين القدم بتأثر مش بس في الانفرا انجوينال ريجن، بتأثر كمان انفرا بوبلوتيل. يعني وجدوا ان الشرايين اللي هي تحت الركبة اللي هي الانتيرو تيبيال والبستيرو تيبيال بيتأثروا جامد جدا في عيان السكر بالاثروسكلوروس. ده اهميته في ايه؟ ده هيدي عبء في الاصلاح، لان الجماعة بتوع الاوعية الدموية ممكن يصلحوا الشرايين الكبيرة بسهولة اللي هي الانفرا انجوينال، لما ما تيجي تقول له وصل لي اعمل لي ريكونستراكشن بالاوعيه اللي هي تحت الركبه اللي هي هتبقى فيري سمول دايمتر، هتبقى تشالنج وهتبقى حاجه صعبه. فمش بس بتاثر الاوعيه الكبيره، بتتاثر المايكرو فيسلز الكابيلاريز. الكابيلاريز بيحصل فيها في البيسمنت ميمبرين ثيكنينج، فبيبقى الاكسشينج اوف اوكسجين والاكسشينج اوف نيوترانس ما بين الشعيرات الدمويه والانسجه المحيطه ديفكتيف، فبتعاني الرجل من اسكيميا على مستويين، على البيج فيسلز وعلى مستوى الشعيرات الايه الصغيره. طبعا الاسكيميا دي بتاثر في الفازا نيرفوزا، يعني الاوعيه الدمويه اللي بتغذي النيرفز، وبتساهم في عملية البريفر نيورايتس أو التهاب الأعصاب الطرفية. يبقى ده تاني فاكتور بيأثر في القدم السكرية اللي هو الإيرلي أثروسكلوروزس أو تصلب الشرايين اللي بيجي للمريض. تالت فاكتور بقى اللي هو إن الإميونيتي عند العيان ده ضعيفة. يعني ايه؟ يعني ايه اليوكوسايتس اللي هو خط الدفاع ضد الميكروبات، النيوتروفيلز اللي بتيجي في اي انفكشن وبتاكل البكتيريا ودايجست ات، دي بتبقى ديفكتيف بروسس عند عيان السكر لاعتبارات كتيره. يبقى ما عندوش دم في رجله طبعا، مش هو شخصيا ما عندوش احساس في رجله برضه، وما عندوش مناعه او مناعته ضعيفه. التلاته فاكتور دول بيخلي القدم عند عيان السكر liable for ulceration, liable for infection. والرسمة دي بتلخص الكلام اللي احنا قلناه. لو تلاحظوا كده، دي normal food في بني ادم ما عندوش سكر، او بني ادم عنده سكر early diabetes mellitus. اوكي، بعد حوالي 10 سنين من sustained hyperglycemia، وطبعا التغيرات دي بتحدث بسرعة وبكثافة في العيان اللي هو مش كنترولينج السكر بتاعه، العيان المهمل في علاج السكر هيحصل له أثروسكلوروزس وهيحصل له بريفر نيورايتس، والمناعة بتاعته هتقل أكتر من العيان اللي عامل جود كنترول. فنتيجة السكر بيحصل بريدسبوزنج فاكتورز بقى اللي هو الأنجيوباسي
والنيوروباثي. الانجيوباثي يعني اسس كلوزس على مستوى المايكرو سيركوليشن، الشرايين الكبيره، والمايكرو سيركوليشن على مستوى الارتريولز والكابيلرز. و وثالث حاجه اللي هي الابنورمال اميونيتي. يبقى ثلاث حاجات بريديسبوزنج فاكتور، واحد اتنين ثلاثة، انجيوباسي، ابنورمال اميونيتي، ونيوروباسي. اوكي، الثلاث حاجات دول، النيوروباثي هتبقى على مستوى ايه؟ السنسوري نيرف، الاعصاب الحسيه، والموتور نيرفز، والاوتونوميك. الاوتونوميك هيعمل ايه لعيان السكر في رجله وفي اللور ليمب عموما؟ هيعمل له دراينس، والدراينس هيؤدي الى كراكس، والكراكس هتدخل انفكشن. السنسوري لما يحصله بريفرال نيورايتس العيان مش هيحس برجله، فما فيش حمايه ضد المسامير وضد الابر اللي ممكن ايه تشك في رجله، او المايه السخنه اللي ممكن تحرق رجله. فالعيان نتيجه النيوروباثي هيفقد الاحساس، فهيفقد البروتكشن نتيجه لوس اوف بينفول ستيمولاي، ويحصل له موتور نيوروباثي. النتيجه ان الديموغرافي بتاع رجله هيختل، هيجيله فوت ديفورميتي في صورة ايه؟ هامر تو، في صورة شاركو جوينت. طب الديفورميتي دي ايه مشكلتها؟ هتخلق نقط جديدة، بروزات عظمية ما كانتش موجودة قبل كده. هذه البروزات العظمية معرضة للاحتكاك، والاحتكاك يولد القرح. اوكي، ريبيت التروما طبعا هتؤدي، او ماينور تروما في وجود العوامل دي كلها، الانجيوباسي والابنورمال اميونتي والنيوروباسي، هتعمل ايه؟ الالسر. الالسر هتؤدي الى انفكشن. الانفكشن هيبوظ السكر اكتر، يعني الانفكشن يخلي العيان يخش في دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. يبقى السكر بيؤدي لعوامل تؤدي الى انفكشن، والانفكشن لو حصل يعمل تشالنج في الكنترول بتاع الدايابيتس ايه اتسلف. اوكي، طيب عايزين بقى نوحد الوصف بتاع القدم السكرية علشان اللغة تبقى موحدة بين الدكاترة، عشان لما تيجي تبعت عيانك تعمل له ريفيرال لمستشفى تقول له انا هبعت لك قدم سكرية واجنر جريد 3، او هبعت لك قدم سكرية واجنر جريد 5، يبقى الراجل فاهم انت هتبعت له ايه. فالمودفايد واجنر جريدنج عبارة عن ايه؟ بتبص انت على رجل العيان بتاعك، رجله سليمة ما فيهاش قرحة ولا اي شيء، يبقى جريد ايه؟ زيرو. بتبص على رجله لو لقيت قرحة سطحية superficial ulcer تبقى جريد 1. بتبص على رجله لقيت deep ulcer بس ما فيش خراج وما فيش osteomyelitis، ما فيش التهاب في العظم وما فيش خراج، يبقى جريد 2. بتبص على رجله لقيت قرحة، والقرحة دي عميقة، وعامله له خراج او عامله له osteomyelitis، التهاب في العظام، يبقى جريد 3. بتبص على رجله تلاقي فيه جنجرين في حتة في رجله، mostly بتبقى ماسكة صباع او اكتر، او الفور فوت، طالما في جنجرين يبقى جريد 4. بتبص على رجله تلاقي رجله كلها سودة، يعني اكستنسيف جنجرين في رجله، يبقى جريد 5. يبقى ده المودفايد جريدنج بتاع ايه؟ واجنر. لو تلاحظوا من الاسهم دي ان كل حاجه ممكن تتعالج ما عدا الاثنين دول، يعني انت ممكن تنقل العيان بالمانجمنت من 3 ل2، وممكن من 2 ل1، انما وانس ان حصل 4 او 5 يعني جنجرين، لازم يبقى في لوكالايزد امبيوتيشن، او لو الرجل كلها سودا يبقى بلوني امبيوتيشن بتر تحت الركبه. طيب بعد ما قيمت العيان بتاعك، ومهم جدا العيان اللي عنده فوت ألسر تبقى عارف اي فاكتور شغال فيه اكتر، فهتبص تلاقي تلت العيانين بتوعك عندهم الدوميننت بروبلم انجيوباثي، تصلب الشرايين واسكيميا في رجله، وهي اللي ادت لقرح، هي اللي عملت الديابيتك فوت وعملت المشاكل كلها. وفي تلت العيانين هتلاقي الدوميننت فاكتور التهاب الاعصاب الطرفيه النيوروباثي، وان هي اللي ساهمت في ايه؟ تكوين القرحه والمشاكل كلها. التلت الباقي بقى بتاع العيانين هيبقى مشترك كومبايند، يعني نفس العيان عنده مشكله اسكيميا وعنده مشكله بريفرال ايه نيورايتس. يبقى بتقسم العيانين بتوعك بعد الفحص لتلت وتلت وتلت، تلت
almost purely angiopathy وتلت almost purely neuropathy وتلت combined angiopathy and neuropathy. نيجي بقى للانفستيجيشن. طبعا هتاخد من العيان blood sample وتبعتها المعمل. تطلب حاجات كتيرة قوي. هتطلب طبعا complete blood picture, تشوف العيان anemic ولا لا لان لازم تصلح له الانيميا, تشوف فيه leukocytosis ولا لا لان دي علامة من علامات الانفكشن, تعمل له liver function test, تعمل له kidney function test لان السكر بيعمل حاجة اسمها nephropathy بيأثر على الكدني, تعمل له CRP علشان ده انفلاماتوري ماركر, تعمل له اي اس ار اللي هي سرعه ترسيب لان ده انفلاماتوري ماركر برضو بيزيد في حالات الاوستيومايلايتس. فدي الحاجات اللي انت, وطبعا ما تنساش هتعمل له الالكترولايتس وممكن تطلب له ارتيريال بلاد جازس لو العيان سبتسيميك. اوكي. وطبعا الصديد اللي طالع من القرحه هتبعته في الكالتشر سنسيتيفيتي, هتعمل له مزرعه. ووجدوا ان انت اهم من ان انت تاخد كالتشر سواب من الصديد ان انت تاخد تيشو سامبل. وجدوا ان انت لما تاخد تيشو سامبل من الجرحه بتديك معلومات عن المايكرو اورجانيزم احسن بكتير قوي من المسحه العاديه السواب العادي. وبعد كده هتطلب, طبعا بتعمل الحاجات دي, بتعمل الابحاث وبتعالج العيان كله متوازي. وبعد كده هتطلب اكس راي للفوت, ممكن تشوف ريريفاكشن وديسلوكيشن اوف جوينت بسبب الانفلاميشن وبسبب النيوروباثي. يعني ممكن تشوف شاركو جوينت في ديسلوكيشن في العظم بتاع الرجل وفي ريريفاكشن. الاوستيومايلايتس لما بيبدا اول اسبوعين ما يظهرش في الاشعه العاديه, يعني الاشعه العاديه تشخص لك اوستيومايلايتس مضى عليه اكتر من اسبوعين. طب لو انت عايز ترول اوت اوستيومايلايتس ايرلي تطلب MRI. ال MRI is more sensitive to diagnose osteomyelitis than plain X-ray. اوكي. العيان بتاعك بتاع السكر لازم تقيم موقف الشرايين عنده فتطلب arterial duplex. بتعمل له موجات فوق صوتية على شرايين القدم عشان تشوف مين فاتح ومين قافل. واللي قافل هل هو قافل في نارو سيجمنت ولا في بيج سيجمنت. العيان بتاعك لازم تعمل له حاجة اسمها انكل بريكيال اندكس ABI. انكل بريكيال اندكس يعني ايه ABI؟ يعني بالهاند هيلد التراسونوجرافي دوبلر بتقيس الضغط في الدراع وبتقيس الضغط في الانكل وبتحط الضغط في الانكل مثلا 120 على الضغط في الدراع 120, يبقى المعامل هنا واحد. يبقى نورمالي الانكل بريكيال اندكس واحد. طيب لو الضغط في الانكل شرايين الانكل اقل من 120 هيبقى الرقم طبعا اقل من واحد ومعناها ان في سكيميا هنا. يبقى الانكل بريكيال اندكس الاي بي اي مهم جدا وانت بتقيم العيان بتاعك عشان تعرف في element of سكيميا ولا لا. بتقيس الضغط الشرايين في رجله بال التراسونوجرافي وفي الدراع وبتحط الانكل الرقم 120 نورمالي على الدراع 120 يدي واحد, يبقى النورمال واحد. لو ده اقل يبقى اقل من واحد. اقل من واحد بقى يعني بداية الاسكيميا 0.9, لما تزيد شوية تبقى 0.8, لما تزيد قوي تبقى 0.5, دي كريتيكال. 0.5 و 0.3 دي critical ischemia يعني لازم تاخد اجراء. الحاجة الحديثة دلوقتي اللي هي CT angio بيبين لك ال vessels من غير ما تعمل puncture للارتريس. كنا زمان علشان نصور الشرايين نحط كاثتر في الفيمورال artery علشان نوصل للأورطة ونحقن الداي, فكان هيبقى عندك مشكلتين, الخرم اللي انت عملته في الفيمور ارتري ممكن يقعد ينزف وممكن يعمل سودو انيوريزم, والداي اللي انت حقنته برضو ليه تأثير على الكلية. فعلشان تتفادى البانكتشر اوف ارتري ممكن تعمل سي تي انجيو عشان تقايم العيان بتاعك, خصوصا لو انت ناوي تعمل له arterial reconstruction يعني تعمل له عمليات أوعية دموية على رجله عشان تحسن الدورة الدموية في رجله.
في حاجات تانية بتعملها كلينيكالي في الانفستيجيشن، حاجة اسمها ألسر بروب تيست. بتجيب بروب ميتاليك بروب، وبتعمل بروبينج للدبث بتاع الألسر. لما بتخبط في عظمة بتسمع ساوند. التست ده لو انت حسيت البوتوم اوف ذا ألسر وذ ذيس بروب وعملت الساوند الميتاليك ساوند ده، معناها ان عنده اوستيومايلايتس، معناها ان هو جريد 3 في واجنر كلاسيفيكيشن طبعا. ومعناها بقى طالما عنده اوستيومايلايتس يبقى this ulcer is not going to heal unless you treat osteomyelitis. You treat osteomyelitis either ان انت تشيل العظمة المصابة او تعمل له localized amputation. لما يكون العيان عنده osteomyelitis وانت عايز تديله البروبر antibiotic، ممكن تاخد حتة من العظمة، وتعمل لها culture. تاخد حتة من العظمة الملتهبة الاوستيوماليتيك بون وتعمل لها كالشو. اخر حاجة ممكن تعملها للعيان ده بايوبسي، ودي بتتعمل امتى؟ واحد عنده ألسر وقعدت انت بقالك شهرين تظبط السكر وتغير على الألسر، الألسر نوت بروجريسنج، الألسر موجودة ما بتصغرش في الحجم. هنا تبتدي تقلق ان انت تقول لنفسك دي مش قرحة قدم سكرية عادية، انا جايز تكون حاجة تانية. فتعمل له بايوبسي، بانش بايوبسي، او تاخد انسيجنال او اكسيجنال بايوبسي من الايدج. ممكن جدا تطلع سكويمس سيل كارسينوما، ممكن تطلع مالجننت ألسر، ممكن تطلع سرطان. فدي مهمة جدا لو هي بريزيستنت ألسر نوت ريسبوندينج لاي ايه مانجمنت، رول اوت مالجننسي باي بايوبسي. اوكي، اتفقنا بقى في المانجمنت ان هو مالتي ديسيبلينري وبيضم تخصصات عديدة، اهمها الفاسكولار والجنرال سيرجري والباطنية والبلاستيك سيرجري. اوكي، طيب اما هتيجي تعالج بقى ايه الخطوط العامة للعلاج؟ احنا بنعمل اوفر فيو قبل ما بنراجع التكست. طبعا العيان بتاعك لو هو على اورال هايبوجلايسيميك لازم يقلب على انسولين. عشان تعمل بيتر جلايسيميك كنترول لازم العيان بتاعك ياخد انسولين انجكشن. العيان بتاعك محتاج برود سبيكترم انتيبيوتيك، فمستحسن ان انت تبدا بالكاربامين اللي هو التاينام. العيان بتاعك هيحتاج ديبرايدمنت للالسر، يعني الالسر لازم تبقى ديبرايدد، وول نيكروتيك وسلافد تيشو شود بي ريموفد عشان الالسر دي تديها فرصه تو هيل. Sometimes العيان بتاعك بيحتاج localized amputation، لو صباعه اسود بتعمل ray amputation، بتشيل الصباع ده localized amputation. احيانا بيبقى 4 foot كله مشط القدم اسود، فبتعمل له trans metatarsal amputation، بتر ليه مشط القدم. احيانا الفوت كلها بتبقى gangrenous، فبتحتاج تعمل بلوني وساعات above knee amputation. احيانا نتيجة الفاسكولار اسيسمنت للعيان بتاعك تكتشف فيه مثلا شورت سيجمنت ناروينج، في ناروينج هنا في الارتري، فيستجيب للانجيوبلاستي اللي هي دايلاتيشن، بالون دايلاتيشن، وتركب له ستنت دعامة في الارتري ده عشان الدم يمشي. ده لو هي شورت سيجمنت. طب لو هي لونج سيجمنت بيحتاج سافنس فين باي باس، يعني تجيب اللونج سافنس فين بتاع العيان وتوصل بالكومن فيمورال او السوبرفيشال فيمورال بالبوبلوتيل، وساعات الباي باس ده يبقى تحت مستوى الركبه، يعني توصل من البوبلوتيل للانتيريو تيبيال او البستيو تيبيال. اوكي، دي الخطوط العامه في العلاج. احيانا علشان القرحه نستخدم حاجات اسمها جديده زي الفاك، VAC Vacuum Assisted Closure. الفكرة من الفاك ايه؟ ان انت بتجيب فوم، الاسود ده فوم، وتحشي بيه القرحة، وبعدين تحط اوبسايد فيلم، تعزل بيه القرحة عن بقية القدم، وتعمل فيه فتحة وتوصلها بأنبوبة. الأنبوبة دي واصلة لجهاز شافت، فانت طول الوقت قاعد تشفط من القرحة
لما بتشفط من القرحة الإكسوديت بيقل، الإديمة بيقل، البلاد سبلاي بتاع القرحة بيزيد، البروليفريشن اوف سيلز بتزيد، والقرحة بتقفل في زمن أسرع من إن أنت لو عملت جاست ريجولار دريسنج. فده اسمه إيه؟ فاكيوم أسيستد كلوجر، جهاز بيشتغل بالشافت بتشفط كل الإكسودات من الجرح. العيان اللي عنده قرحة في القدم السكرية، القرحة مش هتخف إلا إذا منعت عنها الضغط، يعني تعمل حاجة اسمها أوف لودينج. ففي كاست معين وفي فوت وير معينة بتوزع ضغط الجسم على مناطق القدم ما عدا الحتة اللي فيها القرحة، فكل وزن جسمه بيتوزع ما عدا الحتة اللي فيها القرحة، ما بيبقاش عليها ضغط، فبتديها فرصة في الشفاء. في حاجات هتستخدمها في الديب ألسر، وخصوصا لو في الديسشارج لونه أخضر، يعني في سودوموناس، بتعمل مزيج من اسيتيك اسيد اللي هو الخل 0.25% خل مع داكن سوليوشن، وبتعمل اريجيشن للقرحه especially لو فيها جرينش ديسشارج. ممنوع منعا باتا ان العيان يغطس رجله في ميه دافيه او ميه ساقعه. عيان السكر بيبقى عنده تنميل وشكشكه وحرقان في رجله، ويقول لك انا بستريح لما بغطس رجلي في ميه دافيه. طبعا الميه الدافيه هو مش هيحس بسخونه الميه، وممكن تعمل له بيرن في رجله بسهوله. فكونترا انديكيتد ان العيان يغطس رجله مده كبيره، لا في ميه دافيه ولا في ميه عاديه، لان حتى الميه العاديه هتعمل له ماسيريشن للجلد. من الحاجات الحديثه اللي هي بتزود ريجينريشن بتاع القرحه اللي هو البليتلت ابيديرمال جروث فاكتور، ده طبعا كوستلي بس بيزود الريجينريشن بتاع البروليفراتيف فيز بتاع الهيلينج بتاع القرحة. في حاجات تانية حديثة زي ان انت تشيل النكروتك تيشو بالالتراسونوجرافي. الالتراسونوجرافي ممكن يشيل النكروتك تيشو ويحافظ على النورمال تيشو. في حاجات تانية جربت اللي هي الاكسترا كوربوريال شوك ويف في علاج القرحة. لما القرحة بقى تبقى نظيفة وما فيش عظم مكشوف وما فيش أوستومالايتس وفي هيلسي جرانوليشن تيشو، وانت عايز تسرع بالشفاء، ممكن تغطيها بسكين جرافت، رقعة من الجلد. السكين جرافت دي ممكن تجيبها من الرجل التانية للعيان كونترا لاترال ثاي، فتبقى اسمها اوتولوجس جرافت، يعني جاية من نفس الإنسان، فمفيش حاجة هتطردها. وممكن تعمل لها ميشنج عشان تغطي ايه مساحة كبيرة. اوكي، في بدائل تانية بقى للأوتولوجس سكين جرافت اللي هي ايه؟ كادافيرج ألو جرافت، يعني تاخد حتة من جلد واحد ميت، بس دي بتبقى مؤقتا لان ايه الجسم هيلفظها. في بقى سكين سبستيتوتس كتيرة بدائل للجلد، يعني مثلا ممكن ناخد الكولاجين من امعاء البورساين الخنزير ونستخدمه في الدريسنج بتاع الديابيتك فوت ألسر. ممكن بياخده من الفور سكين بتوع الانفنت عقب الطهارة. ممكن ياخده فايبروبلاست as a dermal substitutes على سكافولد اوف كولاجين اسمها ديرما جرافت. ممكن ناخد من البقرة كولاجين من البقرة ونغطي بيه الكرونيك دايابيتيك فوت ألسر. بعض الناس جربوا زيادة الأكسجين خصوصا في العيانين الإسكيميك بالهايبرباريك أكسجين، هايبرباريك أكسجين. أوكي، نيجي بقى لسؤال مهم جدا، هل يمكن تفادي قرح القدم السكرية؟ يعني ممكن عيان السكر يعيش ويموت برجل سليمة؟ الإجابة ممكن تفاديها في 85% من الأحيان، أو حتى نعمل لها ديلي عقبال ما تتكون، واخد بالك؟ يعني ممكن to avoid or ممكن to delay.
بحاجات بسيطة جدا، توعية بسيطة جدا هتقولها للعيان وهتمشيه عليها، ممكن يتفادى قرح القدم السكرية، وبالتالي يتفادى الانفكشن، وبالتالي يتفادى الامبيوتيشن. مجموعة توصيات مهمة جدا بتقولها للعيان والاهله، من ضمنها نمرة واحد، ممنوع المشي حافيا حتى جوه البيت، لان في عيان يقول لك انا بمشي على السجادة. السجادة دي ممكن يكون فيها مسمار من واقع من لعبة طفل مش هيحس بيه، المسمار هيخش في رجله وبعد يومين تلاتة هنلاقي رجله محمرة وورمة، ولازم ياخد مضاد حيوي، ولازم يدخل المستشفى، وممكن يتعرض لبتر جزئي او بتر كامل. فيبقى نمرة واحد، ممنوع السير حافيا. نمرة اتنين، ممنوع شبشب ذنوبة. ليه بقى شبشب ذنوبة؟ التونج ده بيحك في الويب سبيس اللي ما بين الصباعين، الويب سبيس ده بيبقى فراجايل، رقيق جدا، وفي عيان السكر اللي عنده سكيميا بيبقى اتروفيك، وساعات بيبقى فيه فانجل انفكشن. فالاحتكاك بتاع شبشب ذنوبة دي يعمل قرحة ما بين الصباعين صغيرة، القرحة يدخل منها الميكروب، الميكروب يعمل ألسر وسيفير انفكشن، وينتهي الأمر ببتر سواء بلوني أو لوكالايزد. مهم جدا ان انت تقول للعيان بتاع السكر عامل رجلك زي عينيك. يعني ايه؟ يعني كل يوم تبص عليها. خد بالك، عيان السكر عنده ريتينوباثي بسبب السكر، فممكن جدا يكون نظره ضعيف، فتخلي حد من ولاده يعمل انسبكشن كل يوم على رجله، وممكن العيان يستخدم مراية عشان يبص على بطن رجله. لازم العيان يغسل رجله مرة يوميا بالمية والصابون، الماء الفاتر والصابون، ولما يجي ينشف ما بين الصوابع ينشف بالضغط مش بالاحتكاك. اوكي، وقلنا السبب ايه؟ نفس السبب اللي قلناه هنا. العيان اللي نظره ضعيف بسبب دايبيتك روتينوباسي ما يقدرش يعمل بروبر تريننج للنيل، ندي المهمة دي للابن او الابنة ونعلمهم البروبر تريننج اوف نيلز. لازم يقص الضفر في خط مستقيم وما يقصش الانجل، الانجل يعمل لها فايلينج بس، علشان لو قص الانجل بتاع الضفر جامد هيتسبب في ان جروينج تو نيل وانفكشن. فدي نقطة مهمة جدا، البروبر تريمينج اوف نيلز. بتنصح العيان ان هو نيفر ايفر يلبس الحذاء حافي، يعني لازم يلبس شراب، والشراب لازم يكون لونه ابيض وميد اوف كوتون اونلي، بيور كوتون. ابيض ليه؟ عشان لو حصل اي تعويرة بسيطة او جرح بسيط هيدي ستيننج في اللون الابيض، فالعيان هيلاحظه بسهولة. وما يلبسش الشراب اكتر من 4 الى 6 ساعات. مهم جدا تقول للعيان الجزمة الجديدة بتاعتك لازم تكون خالية من المسامير، لازم تبقى خياطة بس، ولازم تبقى مريحة. اي جزمة زيادة درجة او اقل درجة من مقاسه هتتسبب في قرحة، ولازم تقول له الجزمة الجديدة اول يوم تلبسهاش على طول، تلبسها ساعتين بس، تاني يوم تزود بالتدريج علشان يتعود عليها، لان كل الجزم الجديدة بتبقى تايت في الاول. مهم جدا غذاء عيان السكر يبقى diabetic food، غذاء سكري low in saturated fat. مهم جدا ان هو يوقف التدخين، مهم جدا ان هو يعالج الهايبر ليبيديميا بالستاتين ويعالج الهايبرتنشن، مهم جدا بسبب اوتو سيمباثيكتومي اللي بيحصل لعيانين السكر، الجلد بيبقى ناشف جدا، انه لازم كل يوم يستخدم كريمات اللي بتعمل موشر للسكن زي كريم نيفيا مثلا. مهم جدا العيان علشان يتفادى القرحة تو اكسرسايز. وجدوا ان نسبة النيوروباثي، التهاب الأعصاب الطرفية والإسكيميا في عينين السكر اللي هم بيعملوا regular exercise، نسبة الإسكيميا والنيوروباسي أقل فيهم أو بتبقى إيه متأخرة عن العيان اللي هو not exercising. ده كان overview سريع على القدم السكرية. المرة الجاية هنشوف مانيبال بيقول فيها إيه. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy. Now it's time to like, dislike, share.
and subscribe.